لما جوزي يجيب لي حاجة كان نفسي فيها. السلام عليكم، وعليكم السلام. انا جايب لك مفاجأة النهاردة يا حبيبتي. مفاجأة؟ مفاجأة ايه؟ خميني كده كان نفسك في ايه؟ يا اخويا قول وخلصني. يعني هتكون جايب لي ايه؟ جايب لك لابتوب. ها؟ ايه ده يا حموكش، بجد جبت لي اللابتوب اللي انا كنت عايزاه؟ ربنا يخليك ليا يا روحي. هات. الله، ده حلو قوي. طب الحمد لله ان هو عاجبك. انت اي حاجة تجيبها تبقى عسل. والله انت اللي عسل. ممكن بس اطلب منك طلب صغير؟ ايه طلب؟ طلب ايه؟ قول امر. انت تأمرني امر، انت مش تطلب، انت تؤمر. سبحان مغير الاحوال. بقول لك يا حبيبتي، لو سمحتي ممكن تعملي كوبايه قهوه عشان مصدع قوي. ايه ايه يا اخويا، كوباية قهوة؟ بقول لك ايه، انا لسه مخلصة شغل البيت وقلت اقعد استريح شوية، تجيبي تقول لي قهوة وشاي؟ لا انا مش شغالة خدامة عندك. ايه وليه القصيدة اللي انت رصاها دي؟ في ايه؟ فيه اللي فيه يا حبيبي، فيه ان انا تعبانة وشقيانة مع عيالك طول النهار، شغل البيت وكل حاجة، وفي الاخر تقول لي قهوة؟ بس السدي هروح اشربها في القهوة بعيد عن وشك يا بومة. روح يا اخويا مع الف سلامة، المركب اللي تودي. قول لي حبيب قلبي، قول لي كنت عايز ايه، امرني. فنجان قهوة. قهوة بس؟ ده انت تؤمر. رجلي وجعاني قوي، مش عارف ايه ده. اقعد يا حبيبي وهروح اعمل لك ميه سخنه واحط لك فيها ملح وخل وادعك لك رجلك، هتبقى زي الفل. ايه ده، هتدعكي لي رجلي كمان؟ طبعا اللي انت عايزه. تاني يوم. اه يا رجلي، رجلي وجعاني قوي. تنكه يا تنكه. ايوه يا حموكش، عايز ايه؟ رجلي وجعاني قوي، تعالي اعملها لي زي امبارح كده بالخل والملح. ليه يا بابا، وانت فاكرني الجاريه اللي اشتراها لك ابوك؟ ها؟ ايه ولي، هو انت لحقت تنسي؟ ده انا لسه امبارح جايبلك اللابتوب اللي انت عايزاه. ايه يعني يا حبيبي جبتي لابتوب؟ هي حكايه يعني مفيش حد غيرك جاب لي مراته لابتوب؟ الله. اه يا بنتي الجزمه. ليه يا زمان ما سبتناش ابريه؟